الساعات القليلة الماضية وبعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي شنت في المناطق المحيطة بمجمع الشفاء الطبي، عدة استهدافات قامت الطائرات الحربية باستهدافها وهي لمنازل تعود للمواطنين. على في تلك الغارات كانت هناك غارتين إسرائيليتين استهدفت منزلين في مخيم الشاطئ شمال غرب مدينة غزة والقريب جدا من مجمع الشفاء الطبي، وعلى ما نعتقد أن هناك عدد من الشهداء والجرحى في هذا الاستهداف الإسرائيلي. أيضا كانت هناك عمليات قصف إسرائيلي وغارات استهدفت منزلا آخر في مخيم الشاطئ، تحديدا قرب مسجد السوسي بمخيم الشاطئ بمدينة غزة، وهناك عدد من الإصابات، بعض سيارات المدنية والمواطنين الذين كانوا يتواجدون في تلك المنطقة نقلت تلك الإصابات إلى المستشفى المعمداني في الساحة. وفي حي الدرج شرق مدينة غزة كان أيضا استهداف وقصف إسرائيل، حيث قامت الطائرات الحربية باستهداف أحد المنازل في حي الدرج في مدينة غزة، والحديث الأول يدور عن وجود عدد من الشهداء والجرحى، إضافة إلى أن عدد من الشهداء والجرحى قد تم تسجيله خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية والمدفعية الإسرائيلية تجمعا للمواطنين قرب معبر كارني شرق مدينة غزة، وتحديدا المنطقة الصناعية، حيث كان عدد كبير من المواطنين قد تجمع في تلك المناطق للحصول على المساعدات التي تم إسقاطها بالأمس في تلك المناطق القريبة من السياج الفاصل ومعبر كارني. أيضا كان قبل قليل من الآن استهداف آخر للطائرات الحربية، حيث استهدفت منزلا في محيط مفترق أبو طلال تحديدا القريب من مجمع الشفاء الطبي، وأيضا كانت هناك استهدافات أخرى في مخيم الجباليا وتحديدا دوار حمودة، كانت هناك أراضي زراعية قد أقارت عليها الطائرات الحربية وتجمعات للمواطنين في تلك المنطقة. وأيضا كانت عمليات القصف الإسرائيلي على العديد من الأبراج أو العمارات السكنية والمنازل في محيط مجمع الشفاء الطبي في الشاطئ في حي النصر في الشيخ رضوان في التفرح والدرج وفي بعض المناطق في حي الزيتون وحي الرمال وتل الهوى، كذلك كان لها نصيب من تلك الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي. تمكنا قبل نحو نصف ساعة من الآن الوصول إلى مفترق ضبيط، وقمنا بالتوثيق بعد 6 الغد بعض المشاهد لعمليات إحراق المنازل في محيط مجمع الشفاء الطبي وبعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي شنت في تلك المنطقة، وأيضا حركة يعني بسيطة للمواطنين بعد الحديث الذي كان يدور عن انسحاب القوات الإسرائيلية من مجمع الشفاء الطبي، ولكن اقتربنا من مفترق ضبيط وقامت طائرة الكويت كابتر بإطلاق الرصاص صوبنا، ووثقنا عملية إطلاق النار خلال الكاميرا الغد سيتم بثها خلال الساعات أو الدقائق القليلة الماضية، لأن هناك صعوبة كبيرة هنا في شمال قطاع غزة للاتصالات وأيضا للوصول للإنترنت، هذا أيضا يتسبب في التأخير في الحصول على الأحداثيات لحظة بلحظة في تلك المناطق المحيطة لمجمع الشفاء الطبي، ولكن هناك حالة من الهدوء الحذر في المناطق الغربية لمحيط مجمع الشفاء الطبي. لم نعرف هل هو انسحاب كلي للقوات الإسرائيلية في محيط مجمع الشفاء الطبي أم حتى هذه اللحظة تتواجد القوات الإسرائيلية، ربما الساعات القليلة القادمة سيتم إيضاح مزيد من التفاصيل. أيضا بالليل الماضي كان هناك استهدافات لعمارات سكنية، عمارة اللولو والأكابر في منطقة شارع فلسطين بمدينة غزة وسط مدينة غزة، وتم تدمير تلك العمارات بشكل كامل.